السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل الفاضل، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اشهد الله يحفظك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك يا شيخ. اللي عندك سؤال ودعوة إن شاء الله يا شيخ الله يكرمه. تفضل. السؤال لي يا صديقي، أنا خاطب وحصلت مشاكل بينه وبين خطيبته، فالمهم إن هو سبب فركش الخطوبة. فهو بيقول انا عايز الفلوس، ناخد الفلوس بتاعت الخطوبه ديت ونطلع نعمل عمره للوالده، كانت والدته متوفيه وناوي ان هو يعمل عمره ليها يعني. فانا قلت له الاولى والله اعلم انك ايه، انك تكمل في موضوع الزواج يعني، تخطب تاني وتتزوج يعني. ما رايك يعني؟ يعني انت لخبطتني في مساله، شتت عقلي وانت تسال. ان تسال على استرداد اموال الخطوبه من المخطوبه، او تسال عن أموال خطوبة أخرى؟ المسألة الأولى، هل له حق في الاسترداد؟ إذا كان هو، ما الذي دفعه للزوجة الأولى حتى تقول يسترد؟ هو لا، هو مش زواج يا شيخنا، هو كان خاطب بس. أيوه، ما الفلوس التي دفعها حتى يستردها بزعمك؟ اللي هي ما يقال عنها الشبكة، يعني ما يقرب من 20,000 جنيه. الشبكة من حقه إلا إذا غرموا له غرامات، وهو الذي ترك تخصم الغرامات من الشبكة ويعطى الباقي. غرامات ليه مثلا في الشبكة وهكذا؟ يعني إذا استأجروا قاعة، إذا استأجروا مكانا، إذا تكلفوا طعاما كبيرا وشرابا وتركهم بلا سبب، هو يتحمل هذه الغرامات وتخصم من الشبكة ويأخذ الباقي. تمام، جزاك الله خير. بناخذ الاموال بتاعته يا شيخنا، يعني الافضل ان هو يعمل عمره لوالدته ام هل الافضل للشخص المحتاج الى زواج ان وخطبه امراه ان يعمل عمره لامه، او يقبل على زواجه؟ يقبل على زواجه افضل. زواج افضل. ايوه طبعا، يتعفف. جزاك الله خيرا شيخنا. وعليكم السلام.